في إطار سعي وزارة الصحة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمرضى، بدأت الوزارة في تطبيق مشروع خاص يهدف إلى الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية. ويأتي هذا المشروع للحد من استخدام المضادات الحيوية حفاظاً على صحة المرضى ووفقاً للتوجيهات العالمية في هذا الخصوص. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. طبقت وزارة الصحة مشروعاً يهدف إلى الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بما يساهم في خفض معدلات العدوى ورفع المناعة، وذلك عبر وضع إجراءات وضوابط لاستخدام المضادات. وقد أشادت منظمة الصحة العالمية بهذه المبادرة وبأسلوب العمل الذي اتبعته الوزارة، كما حاز المشروع على جائزة أفضل الممارسات الحكومية ضمن فعاليات الملتقى الحكومي الأول. لاحظنا أول ما بدينا بهذه المرحلة اللي هي بايلوتين كانت، النتائج كانت جدا جميلة، إن قدرنا نقلل نسبة استخدام مضادات الحيوية حق مختلف الأنواع، بعضها 50% أقل، بعضها 70%، بعضها وصلت 90%، نقلل الاستخدام في نفس الوقت ما يأثر على المريض، بالعكس أنت لما ما تعطي مضادات أكثر تقلل الضغط على الميكروب، فالميكروب يكون أقل ضعفا ما يكون قوي. طبعا الحين إحنا قاعدين بنعمم على المراكز الصحية من ناحية البرنامج، شلون راح يتطور البرنامج، راح إن شاء الله في أكتوبر بتكون في ناشونال كامبين، في حملة وطنية لاستخدام الأمثلة للمضادات الحيوية. حين تكون المضادات الحيوية مفيدة وتنقذ حياة الكثيرين من المرضى، فإنها كذلك تساهم في ظهور كائنات دقيقة مقاومة لها تخفض من مستوى التفاعل الدوائي لاحقاً، وهذا ما دعا وزارة الصحة لتطبيق المشروع في مستشفى السلمانية الطبي والذي يخدم نحو 1,300,000 شخص سنوياً. مشروع رائد يترجم الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وقد حاز على جائزة أفضل الممارسات الحكومية ضمن فعاليات الملتقى الحكومي الأول. أمل المرزوق لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.